صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. السبب في نزول الآية الكريمة أن الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة، هؤلاء عندما أرادوا أن يبايعوا النبي قالوا له: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك قبل أن نبايعك، شنو اللي تريد من عندنا أن نسويه لله عز وجل أو لك؟ اشترطه، اشترط لربك ولنفسك. قالهم: الذي أشترطه لله عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والذي أشترطه لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. يعني شنو الشيء، الوسائل أو الآليات اللي تعتبروها آليات دفاعية عن أنفسكم مثل ما توفروها لأنفسكم وفروها إلي، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا له: إذا فعلنا ذلك ما لنا؟ هاي طبعا الثمن اللي ندفعه إحنا، المثمن شنو إنتش تعطينا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع. عبد الله ابن رواحة قال له: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، إحنا على هذا نبايعك. وفعلا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية بهذه المناسبة. طيب، هذا السبب، سبب النزول الواقع يوحينا بشيء. الشيء اللي يوحينا به أن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب مؤمنين، يعني لما يقول لهم: أنا أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولا كانوا مسلمين، والمسلم ما يتصور أن يخاطب بخطاب المشرك. شنو معنى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا؟ قطعا ما يريد من الشرك هنا عبادة شاخص غير الله، يعني ما متصور أن ذولا راح يعبدون صنم أو راح يعبدون مثلا معبود من المعبودات اللي شائعة بالأرض. إذن الشرك اللي نبههم إلى النبي ما هو؟ الظاهر المراد به أولا الرياء. قلهم: عبادتكم خلوها خالصة لله عز وجل، لأن الرياء بالعبادة ولون من ألوان الشرك. عبادة القيم الاجتماعية، أكو عندنا نمط من العبادة هو عبادة القيم الاجتماعية. شلون يعني؟
يعني مثلا الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأنا أقعد أفكر أنا لما أحسب الزكاة اللي عندي يكون أدفعها مثلا فد مليون دينار، وضخمة الحكاية، يعني أنا أجي أعطي مليون دينار ولا شنو بدعوة أني أزكي أموالي؟ الأموال تقول لي أنا عزيزة، أنت ما أخذتني بلاش، أخذتني بتعب وبمخاطرة وتعرضت إلى آلام، يلا حصلت علي. والله عز وجل يقول لي أنفق في سبيلي، هذا حق للمجتمع أنفق. نعم، فأنا أبقى بين أمر الأموال وبين أمر الله عز وجل. إن أطعت أمر الأموال عبدت الأموال، وإن أطعت أمر الله عبدت الله عز وجل. هذا مثل. مثل آخر، مثلا إحنا نعيش في محيط مملوء بالعصبية، وهذا المحيط غالبا تتحكم بشنو قيمنا الاجتماعية. يعني شلون؟ اجى واحد افرض اعتدى على واحد، هذا اللي اعتدى افرض من قبيلة ضعيفة والمعتدى عليه من قبيلة قوية، فانا لما اريد اجازيه هذا اخذ حق من عنده، ما اخذ الحق اللي انا خاسره، يعني ما اخذ ما يساوي ما فقدته، لا، اقول هذا شنو قيمته، هذا ويتناسب وياي، هذا اذا قتل واحد من عندنا احنا نقتل عشرة من عندهم، اذا جرح واحد من عندنا احنا نجرح عشرة، يعني هالنزعة هاي مو الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا إن الله عز وجل شي يقول لي، يقول لي ولكم في القصاص حياة، اقتص، ها؟ مثل المثل، شنو اللي حقق المثلية طبقه، خلاص أكثر من هذا ما إلك حق، أخذ حقك ولا تعتدي. إن أطعت أمر القيم الاجتماعية عبدتها، وإن أطعت أمر الله عبدت الله. إذا عندي صراع بين عبادتين، لاحظ أن هاي كلها ألوان من الشرك. ومن هنا لما تقرأ أنت بالقرآن تستغرب، بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شلون يؤمن وشلون مشرك؟ هذه القيم اللي نعبدها في داخل نفوسنا، هاي عبادة، نعبد العصبية، نعبد الأموال، نعبد القيم الاجتماعية، وهكذا. إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقولهم لهؤلاء الذي أشترطه لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء، يعني امتثلوا الأوامر، يعني ابتعدوا عن الرياء، يعني كل ما بشبهة عبادة لغير الله ابتعدوا عنه، وخلوا أعمالكم خالصة لله عز وجل. ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. مو أنت ملاحظ أن أكو عندنا ظاهرة، هاي الظاهرة أن الناس إذا تعرضوا إلى فرد وضعية مثلا غير عادلة يقولون ندورنا على قائد، إذا حصلوا على قائد إجوا لي قالوا له تعال أنت قود هالحركة وإحنا من ورائك، فيتحرك القائد، من بعد ما يتحرك ويريد يصل إلى هدفه شوية يمر بوضعية شديدة، شوف ذول اللي اجوا وراه ودفعوه ماكو واحد من عندهم وراه ابدا، راحوا، ها؟ يعني تصور مسلم ابن عقيل باعوه 18,000، دخل الى مسجد الكوفة يصلي بعد دخول ابن زياد لقى 300، راحوا الدار وجهه طلع الى زقاق يريد له واحد يدلي على الطريق ماكو، شو تنبه لي زين؟ فذول اللي يصيحون احنا ما عندنا قيادة وما عندنا، انت ليش تستر جبنك بهالمعنى؟ تمو ألف مرة جوب قادة وما مشيت وراء القادة، يعني إن شاء الله لازم يكون موضوعي. النبي يقولهم تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، أنا قادم على أن أقارع الدنيا، أنا ما جاي إلى عمل بسيط، جاي متحمل عبء كبير، أريد أن أغير مجتمع، وطبعا راح يقف بوجهي جماعة، المشركين راح يقفون بوجهي، أصحاب المطامع، أصحاب الثارات، أنتوا على استعداد أن تكونون ورائي؟ تضحون، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم؟
والحقيقة ما كان النبي حريص على أنه مثلا ليوصل إلى جرح أو لينقتل في سبيل الله، لا لا أبدا، بس حريص على ماذا؟ يقولهم أنتوا إذا ما وقفتوا إلى جانبي يعني ضيعتوا حامل الرسالة، يعني موتوا الرسالة في مكانها. وإلا النبي كشخص، ها النبي كشخص ما يهم أن يجرح في سبيل الله، لأن كان يمارس الحرب. 9 من الحروب نزل النبي فقاتل بها، 9، نعم نزل وقاتل ورمى وحمل السيف، فما كان يخشى على نفسه أبدا. إنما تمنعوني يعني تصيرون إلى جانبي حتى أدي الرسالة. طيب من بعد ما عرفنا هاي المقدمة بالنسبة إلى الآية، نعود الآن إلى مضمون الآية الكريمة. أولا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هاي اللفظة تعتبر من المتضادات، يعني مثل الجون، افرض الجون يطلق على الأسود والأبيض، اشترى يطلق على البيع وعلى الشراء. هاللفظة تجي بمعنى البيع وتجي بمعنى الشراء. هنا بمعنى الشراء، إن الله اشترى يعني استعار. القرآن الكريم معنى الشراء إلى معنى المبادلة، هي هنا أكو مبادلة، كأن ذولا يبدلون الحياة الدنيا بيش بالآخرة، يعني هالشم يوم من أعمارهم يبيعوها حتى يأخذون خلود بين يدي الله عز وجل. استعار القرآن الكريم معنى الشراء، والاستعارة هي شنو؟ مبالغة بالتشبيه، كأنه مرة احنا عدنا نشبه ومرة نبالغ بالتشبيه. انا اذا اريد اشبه لواحد شجاع اقول فلان كالاسد، هذا تشبيه، لكن اذا اريد ابالغ بالتشبيه اقول فلان الاسد، يعني مثل زيد عادل، يعني كله عادل، زين، هاي مبالغة بالتشبيه. القرآن الكريم يقول ان هؤلاء الله عز وجل اشترى منهم أنفسهم بعوض. شنو هو العوض؟ الجنة. نرجع للعوض، بس أكو نقطة هنا شوية أحب تفهمها. ما قال اشترى منهم أرواحهم، قال اشترى منهم أنفسهم. الأنفس المقصود بها هنا، مقصود بها على الأكثر كما يذهب إليه جملة من المحققين، أن المراد بها النفس النامية. ومعنى النفس، لأن الإنسان عندما يموت روحه ما تموت، وإنما تموت نفسه النامية، فعاليات الأحياء اللي عنده يفقدها، يعني ما يقدر يأكل، ما يقدر يشرب، ما يقدر يتحرك، لكن هل أن روحه باقية أم ماتت؟ لا، روحه باقية. الروح ليست من نوع ما يموت، ليست من جنس ما يموت، الروح باقية. ولذلك لولا بقاء الروح عندنا جملة من الأعمال لا مبرر لها. احنا الآن نقرأ القرآن على قبر الميت، نزور الميت، نودي هدايا للميت، نعم، لو لم تكن للميت روح خالدة تنتفع وتلتذ بما يصل إليها، إذن من أجل ماذا نصنع هذا؟ إحنا عليه من هذا نسوي؟ كان النبي صلى الله عليه وآله يطلع إلى قبور شهداء أحد، يزورهم ويقرأ لهم شيء من القرآن. والصديقة فاطمة صلوات الله عليها كانت تطلع إلى شهداء أحد، إذا ذول انقتلوا وراحت أرواحهم ماتوا، يعني انتهى كل شيء، أعدموا، معناه هذا عبث الفعل. إذن الروح ليست من جنس ما يموت، ما تموت الروح، اللي تموت ياهو نفس، نفس هي الميتة، هذه هي طرف المعاوضة، النفس. وإلا الروح، الروح خالدة. ورد أنها تقف ليالي الجمع على شرفات البيوت، الأرواح إن رأت أهلها بخير استأنست، وإن رأتهم بشر تألمت، تنادي يا أهلينا اذكرونا،
قبل أن تكونوا مثلنا فلا يذكركم أحد. وإحنا شو نقول؟ نقول عن وادي الغريش، شو نعبر عنه؟ مأوى أرواح المؤمنين، مجتمع أرواح المؤمنين. طبعا كيف تجتمع إذا لم تكن حية؟ وما فائدة اجتماعها إذا هي حية خالدة تشمع وترى؟ يعني مو معلوم أن الروح تفتقر في فعالياتها إلى أعضاء الشمع وأعضاء النطق، لا لا أبدا. بالدنيا هي تفتقر إلى اللسان لتنطق به، وتفتقر إلى الإذن لتشمع بها، وتفتقر إلى مثلا جملة من الفعاليات، لكن هناك مو معلوم إذا انفصلت عن الجسد هي بحاجة إلى أذن تشمع بها أو إلى لسان تنطق به، أبدا. الروح تشمع وترى. شو تقول له أنت للإمام سلام الله عليه؟ أشهد أنك تسمع كلامي. زين، فإذا الروح إحنا شو نعبر عن وادي الغريش؟ نعبر عنه بأنه مأوى أرواح المؤمنين. ويقول أحد أدبائنا رحمه الله، يقول: فكم حمحمت حول الغري وأنشدت، تقدشت يا وادي ابن عمران واديا، ترابك أكباد تدا، وإنما نشيمك أرواح تهب عواديا. هو الواقع ها مأوى أرواح المؤمنين هناك، وين تلوذ؟ تلوذ إلى جانب هذا البطل الطاهر. شو يقول أحد الأدباء؟ أيا رملة الوادي، أيا رملة الوادي، على أيمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراح الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر صمت ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، وقبر علي بالغري طلاقة وبشر، وأفق ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من ترابه. ها؟ إيه هالمأوى مأوى أرواح المؤمنين اللي تلوذ حول هذا البطل الطاهر. إذا الروح خالدة لا يعتريها فناء، لا تموت. الذي يموت ما هو؟ اللي يموت الجسد، الذي تموت النفس، هذا هالنمو الموجود. ولذلك القرآن الكريم يقول إن الله في هذه العملية اشترى من المؤمنين أنفسهم. كيف يعني اشترى منهم أنفسهم؟ يعني اشترى منهم ما يموت، ها؟ يعني ما يتركونه هالشيء الزهيد. شطاهم مقابله، اطاهم مقابل الجنه التي لا تفنى، وهذا عطاء الله. شوف الفرق بين عطائنا لله وبين عطاء الله لنا، ان عطاء الله لنا لا يحد، بينما عطاؤنا محدود. احنا ايش كم يوم من عمري؟ النفس هذه اعطيها لأأخذ بها عند الله هذا العوض الضخم، أأخذ بها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هنا أكو نقطة شوية خلي أوضح لك إياها. يعني إحنا نقول أن شنو معنى اشترى آخر؟ الشراء ما نقدر نحمله على معناه الحقيقي، لأنه الله هو المالك، أنفسنا وأموالنا يملكها الله، لأن هو خالقها وهو مالكها. شنو الشيء اللي اشترى إذن؟ شو اشترى هو؟ اشترى هالحق هذا، يعني حق الاختصاص. أنت ملاحظ أنا لما أستعير المستعير، يقول الفقهاء أن المستعير يملك حق الاختصاص. شلون يعني؟ يعني أنا لما أستعير من واحد أنا، هذا الأناء اللي أستعيره أملك حق الاستعمال بي، لأنه عندما أذن لي باستعماله يصير عندي لون من الاختصاص يجوز لي أني أستعمل. هل أنا هل حق هذا حق الاختصاص؟ أنا الله عز وجل اشتراه مني، وإلا ما معقول أن الله يشتري ما يملكه، لأن لا بيع إلا في ملك. وأنا شو أملك نفسي؟ شو أملك من عدها؟ أنا نفسي الآن أملك من عدها شيء؟
جسمي أملك من شيء، أموالي هي كلها منين؟ كلها من الله. كل شيء حصلت عليه. أنا أطلع الآن إلى السوق، أمشي على الأرض، القدرة على المشي اللي أعطاني إياها هو الله عز وجل، الوصول إلى السوق والقدرة على التفاعل مع المجتمع أعطاني عقل خلاني أعرف شلون أبيع وأشتري، هي من الله. المادة اللي أشتريها منسوجات أو مأكولات هي من عطاء الله، كلها من كل شيء إليه. تتأمل، وما ثم إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه. إذن الباري عز وجل كل شيء ملكه، شلون يشتري من عندي بأي معنى؟ هذا هو الحق الاختصاص مو أكثر. وإلا الباري عز وجل هو مالك كل شيء، يأخذ هلش كم يوم من العبد يشتري من عنده، اشترى منه نفسه وأمواله التي أنفقها في ساحة الجهاد. يعني هلش كم يوم من العمر هذا اللي أخذها يأخذ عوضها الإنسان، هناك عوض لا حدود له، وبالدنيا يأخذ عوض. أنت لا تنسى أن شهادة الشهداء تحقق العدل بالأرض. الشهيد من أجل ماذا يستشهد؟ يعني اللي نسميه إحنا شهيد هو الذي يموت لإعلاء كلمة الله. كلمة الله شنو هي؟ العدل، المحبة، كلمة الله الخير، الحق، الجمال. وأنا أؤكد لك ماكو سلاح أمضى من الشهادة، لا تتصور، مو لا تشيلي إلا السيوف دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. وتأمل الآن، هاي عندنا تجارب بالحياة، لا سلاح أمضى من الدم من الشهادة في سبيل الله. وأنا أؤكد لك العروش التي قهرت القياصرة تهاوت والأكاشرة تهاووا، شنو فت حفنة طلعوا من الجزيرة العربية، حفنة قليلة. هذول بيش أخذوا الفتوحات؟ أخذوها بالتضحية بالدماء. هذا اللي خلاهم يوصلون إلى هذا الهدف. وإذا عروش كسرى وقيصر أخذوها بظرف بسيط. ليش؟ لأن حملوا سلاحا لم يحمله غيرهم إلا قليل، سلاح الشهادة. ما تتصور أن الصحابة شلون كانوا يعني يبادرون إلى الشهادة. يعني هذا أكو بعضهم صبي، هذا صبي، واحد صبي، والنبي صلى الله عليه وآله ما يسمح له يطلع يقاتل، لأن عندنا شرط من شروط الجهاد أن يكون بالغ، من شروط التكاليف العامة في منها البلوغ. هذا صبي صغير إجا صار قدام النبي، راد أن رسول الله ليش تصغره، خاف شوفه صغير، شاف لربوة مرتفع، صعد على المرتفع وقام يطاول روحه، يصعد روحه حتى يبدو أمام النبي طويل القامة. رآه النبي تبسم، قال له تعال، أنت ليش سوي الشكل؟ قال يا رسول الله أريد منك أن تجيزني، تعطيني مجال أروح قاتل. قال له اذهب، قد أذنت لك، روح قاتل. نعم، فتأمل هاللون من الاندفاع من حب الشهادة هو اللي الواقع استطاع أن يحقق أهداف الإسلام بالنصر، هو هالتصميم، هالعزيمة، هالتباري إلى الجهاد. فالآية تقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب، هذا العوض والمعوض، بهالطرف هنا هالشم يوم يقابلها الجنة، وهالأموال اللي انت راح تتركها شئت أم أبيت، لأن طبعا هذه الأموال مهما تكون سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة انت راح تتركها شئت أم أبيت، راح تروح عنها، لكن هذه جاي يشتريها منك الله عز وجل ليعطيك ما لا ينفذ. شو تتنبه؟ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، باقي النواة، كل شيء عندنا منتهي، إنما الدنيا عوار والعواري مشتردة، شدة بعد رخاء أو رخاء بعد شدة. طيب، في
بعدين انتقلت الآية قالت يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون وين؟ في سبيل الله، يعني كأنه أكو عندنا نوع من القتال، لا مو في سبيل الله. ولهذا قد واحد اجى للإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال له انت شو بس هالأيام تروح للحج، يوم كل سنة جاي إلى مكة، تركت الجهاد الذي أمر الله عز وجل به، تركت هالفريضة هاي الضخمة وجاي إلى هالفريضة الهينة اللينة، جاي إلى الحاج. تفتل الإمام سلام الله عليه، قال له أنت اقرأ الآيات اللي وراء هذه الآية، شوف شنو القرآن الكريم يصف هؤلاء اللي يخرجون إلى الجهاد بأنهم عابدون حامدون مسبحون. نعم، إذا وجدنا هؤلاء يحق الجهاد معهم، كأن الإمام يريد يقول الجهاد مع إمام عادل. أما إذا صار البناء اللي يقودني إلى الجهاد مو عادل، يقودني إلى الجهاد يطلع يقاتل واحد يريد يقاتل للعنجهية مشتهاية حتى يقال له بطل، وإن كان هو ما رح ينقتل، ينقتلون أولاد الخايبة المشاكين، وإلا هو باقي، هو مو أكثر من أنه متغطرش يتمايل يمين. وهي هاي من الخدع، من الخدع اللي المجتمع دي يصر عليها. شنو؟ ينسب الفتح علما، ينسب الفتح إلى شخص جالس، ودول المقاتلين اللي يصنعون الفتح ما حد ينسب لهم الفتح، الجندي يروح مجهول ينسى، وينسب الفتح علما ينسب لهؤلاء القاعدين على عروشهم ترنحهم الخمرة أو تعبث بهم الأهواء الباطلة. هؤلاء، وإلا الواقع الجندي هو الذي يصنع الفتح، الجندي هو الذي يصنع الفتح. فهذا أكو واحد يقاتل من أجل الغطرشة، من أجل الغرور، واحد يقاتل من أجل الأحقاد، أحقاد عنده حاقد يريد يعبر عنها الحقد. بيش يعبر؟ ما يقدر يعبر عنه تعبير طبيعي، يعبر عنه تعبير مفرط، كما يقول علماء النفس تعبير مفرط. هذا التعبير المفرط يطلع لشفك الدم، للقتال، للاعتداء على عباد الله. واحد يقاتل من أجل أشواق، من أجل مطامع، يعني عدة شعوب عندها شوية ثروة تعيش بيها، ما يخليها تأكل رغيف، يريد يسلب رغيف من حلقها. مو الشكل؟ هذا اللي نسميه حرامي يجي بالليل، هذا حرامي بالنهار، يحاول يأخذ رغيفك، يحاول يأخذ اللقمة، ينازعك على اللقمة التي تأكلها. يقاتل من أجل ماذا؟ من أجل أن يسلب الشعوب الجاية عقوتها. يقاتل من أجل طاعة الشيطان أحياناً، طاعة الشيطان، وإن كان تأكد هو أن على باطل، لكن هو يشمي الحق اللي راح يقاتل يشمي باطل، ويشمي باطله حقا، مثل الحروب الصليبية مثلا. هاي كلها بأجمعها مو قتال في سبيل الله. ولذلك احنا نلاحظ أن المشرع الإسلامي يشترط بالجهاد شروط غريبة، يعني بالقتال ومن بعد القتال، ونمط التعامل مع دولة شلون يتعامل وياهم، إيش إلى حق يمنع عنهم، إيش ما إلى حق يمنع عنهم. يعني تلاحظ أن الضوابط اللي يضعها المشرع الإسلامي بالجهاد ضوابط تفيض بالإنسانية. إذن قتال في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله. كلمة الله شنو؟ إنشاء المجتمع السعيد، إنشاء المجتمع المتكامل. كلمة الله نشر السعادة في الأرض. فالقتال ما عرفنا أن الإسلام يوم من الأيام بغى أو باغي، لا بالعكس، رأساً هم طول ذولا يقاتلوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم. إذا بطلوا عن القتال ما إلى شغل بيهم. بينما نلاحظ ذولا اللي يدعون التقدمية، تفرغ الحرب ويجي من بعد الحرب إلى عشرات الآلاف يرشهم بالرصاص، نبه يقتلهم. تقول له أنت جيت قاتل، هذا ما خلاص استسلم،
تصور اكو في حروب اوروبا مواقف مرعبة في قتل هؤلاء اللي خلصوا القت الحرب اوزارها وانتهى كل شيء. علي بن ابي طالب سلام الله عليه يصيح: لا تتبعوا مدبرا، لا تجهزوا على جريح، لا تهيجوا النساء ولو شتمنا امراءكم وسببنا اعراضكم. يعني اكو حد يقف عند الانسان بالجهاد تلقى البغي عند اوروبا، ومع ذلك هذول اللي كلهم بغي لما يجون للاسلام يقولون الاسلام شنو؟ هجمه بدويه، فالجماعه من الصحراء بدوا طلعوا، هذول اناس كلهم توحش اجوا بس قطعوا الرقاب واعتدوا على الناس. حاشا، الاسلام روح الانسانيه، الاسلام روح الرحمه، الاسلام روح الكرم والخلق. فالقران الكريم يقول: يقاتلون في سبيل الله، مو في سبيل مثلا افغان او احقاد او اطماع، ابدا ابدا. وكل شيء اللي اخذه ياخذه المن يعيد الى المقاتلين الى الامه. ما عندنا قائد اسلامي متقيد بتعاليم الاسلام يستاثر بشيء لنفسه اكثر مما رسم له، حصته حقه، ما ياخذ الا حقه بس. ولذلك اتخطر جماعه جو اشتكوا عند النبي قالوا له: يا رسول الله، علي بن ابي طالب من بعد ما ودى الى خالد بن الوليد حتى يشرف على توزيع القمص، شافوا الامام اغتسل، اكو عنده جاريه لحقته، جاريه اجت من حقه من الغنيمه تزوجها، فاجوا يشتكوا يقولوا له: علي بن ابي طالب اخذ امراه، ليش ياخذ امراه؟ قال لهم: علي لم ياخذ الا اقل من حقه، دعوا لي علي، دعوا لي علي، لا تلحقون علي بن ابي طالب، دعوه، لان هذا مع الحق والحق معه، ما يبتعد، فما ياخذ الا حق من الغنيمه بس، حق من الغنيمه، وغالبا هذا الحق اللي ياخذه من الغنيمه بعدين ينفقه في سبيل الله. انا اتخطر اكو درس من الدروس الرائعه املاه رسول الله صلى الله عليه واله على ابنته فاطمه صلوات الله عليها، عندما دخل الى دارها كان الامام امير المؤمنين راجع من غزوه، لاحق شكم ذراع خام، شكم ذراع من النشيج، لحقتها هاي قطعه وهي حق من الغنيمه، وعطوه قلاده لحقتها من الغنيمه، جاب القلاده اعطاها للزهراء سلام الله عليها، تحلت بها، وجاب هذا الستر من صوف وضعته على باب البيت، على تعبيرنا فرده، يعني حطته غطاء، لان باب البيت جذوع، نعم، وبها فرج، ارادت ان تستر هذا باب البيت. دخل رسول الله لما نظر الى الستار على باب الدار خرج. ادركت الزهراء سلام الله عليها ان النبي هالمنظر ما راق له، خلعته للعقد وجابت هذا الستر، نزعته من الباب ولفتهن، وشان داخل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، قالت له: يا عم خذها الى ابي رسول الله وقل له فليتصدق بها في سبيل الله. فجاء بها سلمان الى النبي صلى الله عليه واله، قال له: يا رسول الله، هاي بعثتها فاطمه. قال: فعلت فداها ابوها. هذا اللون من التربيه العمليه، صار حق الامام يروي ماخذه من الغنيمه، مع ذلك الحق اللي ياخذه يلحقهم، غالبا ياخذ طريقه الى الله ولوجه الله. فالايه تقول: يجاهدون في سبيل الله، مو في سبيل اهداف رخيصه او اهداف موقوته، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني هو لما يكون في سبيل الله يعني ما عند قتل بمعنى الحقد أو الانتقام أبدا، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. شنو هاي وعدا؟ هاي وعدا مصدر مؤكد لمضمون الجملة، لمضمون الآية، يعني أن هذا المعنى تعهد من قبل الله بأن ينطي المجاهدين جنة
ويأخذ منهم هالشميو اللي يعيشوها. هل معنى هاي اجى يأكد هذا الوعد؟ وعد الله عز وجل بأنكم ستعطون هذه الأيام القليلة لتأخذوا الجنة الدائمة وعدا عليه حقا. إذن هذا الوعد انت ملاحظ ان عدنا بالدنيا اذا واحد يخلف الوعد احنا ما نحترمه، اللي ما يحترم وعده ما نسميه انسان محترم. شو يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فاذا تكلمت به صرت في وثاقه. الحشايه هي انت الان تقدر عليها ما طولها مو طالعه منك، لكن اذا طلعت منك الحشايه اتبعها لا تتخلف عنها، والا عيب عيب عليك انك تواعد وما تنفذ. في اليوم طالع المنصور الدوانيقي اكو عنده نديم من ندمانه جاي هو الى الحج ومر بالمدينه، قال لهذا نديمه احب اتمشى بالمدينه اشوف صار بها جديد، شوارع جديده مثلا او ابنيه احب اطلع. فاجى يتمشى شاف له بيت شويه بارز مبني بناء جيد، ساله قال له لمن هذا البيت؟ قال له اصلح الله الخليفه هذا بيت عاتكه الذي يقول فيه الشاعر يا دار عاتكه التي اتغزل خوف العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. جه خلص المنصور ورجع قعد يفكر، هذا النديم ماله مو عادي، أديب ولامع وعنده بعد ثقافي، هذا شنو جاب البيتين من الشعر؟ شنو جاب؟ هو سأل عن البيت، كان يمكن يقول له هذا بيت فلان، يقول له بيت عاتكة واللي يقول فيه الشاعر يا بيت عاتكة التي أتغزل أو يا دار عاتكة. ها شنو الهدف؟ ود ورا اثنين من الأدباء قال لهم تعالوا أكو واحد من عندكم يحفظ هاي القصيدة؟ قالوا له بلا نحفظها. قال لهم اقرأوا لي إياها. قرأوا القصيدة إلى أن وصل إلى هذا البيت، وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعله. قال عجيب، هذا يريد يذكرني بهذا البيت، هو مواعده وعد مواعد هذا نديمه بأن يشتري له بيت وبأن يزوجه ونسى الوعد أهمله، فصار يذكره بيش ذكره؟ ذكره بهذه القصيدة. ها يعني هذه عينا مثل ما يقولون أبو العلاء المعري كان طاب إلى بيت الشريف المرتضى. أبو العلاء المعري سمع اكو بالمجلس واحد ينتقد المتنبي، وان المتنبي اكو عنده شعر مثلا مناهض لا يساوي شيء، فانفعل. طلع من هو ابو العلاء المعري، طلع من المجلس منفعل، قال لو لم يكن للمتنبي الا قوله لك يا منازل بالقلوب منازل لكفى. ويا ما اراد يطلع صاح المرتضى قال لهم الزموا هذا شويه تعتعوا بهن وشويه، ليش؟ لان اساء الادب. قالوا له ما نشوف اساء الادب. قال بلى هذا شتمنا، هذا يقول واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل. هذا يريد هاي القصيده، يريد هالبيت، هو ندم بالمجلس لكن يشتمنا اخو اذا ذاك غلط احنا ليش تشتمنا؟ ها هاي من هالنوع المساله، من هذا النوع عينا اراد ان يذكره، يقول له الوعد عيب، واحد يواعد ويبطل، انت واعدتني واراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. القران الكريم يريد يطرد الشك، فيقول وعدا، هذا وعد على الله ان يعطي الجنه للشهداء وعدا عليه حقا. وين؟ بالتوراة والإنجيل والقرآن الكتب السماوية، كأن كلها تؤكد بأن الله لا يخلف وعده أبدا، إذا وعد
يمكن الوعيد يخلفه لكن الوعد ما يخلفه. والتفت لي النقطة، الوعيد اكو عندنا وعد وعندنا وعيد. اذا وعد بالجنة او بالخير او بالثواب الله ما يخلف، لكن اذا هدد اكو وعيد بالنار يمكن ان يخلف الوعيد. ليش؟ لان خلف الوعيد مو عيب، بالعكس فضيلة يعتبر. انا اذا هددت واحد ثم عفوت عنه هذا يعتبر فضيلة، نبه. فالوعيد ممكن لكن الوعد الله عز وجل لا يخلفه. وعدا عليه حقا، نبه. وين؟ يقول الكتب السماوية كلها تجمع على ان الله عز وجل لا يخلف وعده. ومن اوفى بعهده من الله، يقول من الوفي اللي يمكن ينتظر منه الوفاء اكثر من رب الوفاء وهو الله، اكثر من عطاء الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. هذا البيع هو الفوز العظيم. هذا استبشروا به لهؤلاء الشهداء. زين، احنا الان بعدنا نعيش جو الشهادة مع الحسين سلام الله، يعني مو بعدنا الان، مو بال40، مو اليوم 40 سيد الشهداء، مو اليوم اللي رجعت به الرؤوس، هذه الرؤوس الكريمة التي ابت ان تهطي على الذل. خنشوف ذول الشهداء، ذول الله عز وجل اشترى منهم انفسهم في طليعتهم ابو الشهداء، بس شعطاهم، خنشوف شعطاهم الباري، يعني بس ضمن لهم الجنة. وهي هي، ما في شك ان الحسين الجنة مضمونة الى قبل ان يطلع يقاتل، لانه من اجل ذلك لقبه رسول الله بسيد شباب اهل الجنة. الحسين سلام الله عليه الجنة مضمونة الى قبل شهادته. شنو الشيء اللي الله عز وجل اعطاه للحسين بعد شهادته؟ إيش أعطى وحقك؟ عطاء لا حدود له. أرجوك تعال شوف شنو العطاء. الآن الساحة اللي يحتلها الحسين إيش كبرها الآن؟ المساحة اللي يحتلها أبو الشهداء إيش كبرها؟ الآن الحسين يحتل المشاعر، الحسين يحتل النفوس، الحسين يحتل العقول، الحسين يستأثر بسمات البطولة. اللواء الذي رفع يشير إلى المجاهدين بأن درب السعادة والخلود هو هذا الدرب. الدماء اللي أراقها الحسين أخذت أثرها، أخذت لك أثر دوي بالدنيا. الجراحات والدم المطلول أينعت، فالزمان منها خميل، ومشت تنشئ الفتوح، وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا الشبيل. وحديث الجراح مجد، وأشمى شير المجد ما روته النصول. الحسين أخذ المجد، أخذ الخلود، أخذ قلوب المؤمنين، بعد نحت لعرش في مشاعر المسلمين، لأن مثال العزة ومثال التضحية أخذ مساحة كبيرة، وإن كان أخذ مساحة أخرى للحزن والأشع. مش يقول لجابر بالزيارة، يقول له غير أن قلوب المؤمنين غير شاكة في حياتك. أنت حي، أنت خالد في قلوب المؤمنين، وغير مرتاحة أيضا لفراقك، لأن مو سهل عليها أن تفارق من يمثل رسول الله. إذن أكو عندنا مساحة كبيرة للفخر في هذا اليوم، يوم الشهادة، وعندنا مساحة للوعة، مساحة للحزن، مساحة للأشياء، لأن اليوم عائلة الحسين ما كاد بصرها يقع على القبور
حتى انبرت تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر، وإن جت إلى قبور إخوتها تتلفت يمينا شمالا تسأل من وقف على هذه المصارع. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلموها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. احتضنت قبر الحسين تأخذ من تراب القبر حياة أمك الزهر قرد وحاشيني. خل ساعة من أيامك تمر بي وتسليني، وخل بشمل على شفاك تمسح دمع البعيني. احتضنت القبر وجالت على قبور الشهداء. اقبل الي الامام السجاد انتزع انتزع، قال عم قومي خشي عليها ان تموت. قالت الى اين؟ قال الى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ أقبلت تطوف على القبور قبرا قبرا تودعها. لي أخو يا جنت غايبة وهزال فيتك عرب غين ليل فارقتك تحت الثرى لقيتك. توزعت النساء على القبور، ليلى الى قبر علي الاكبر، رملة الى قبر القاسم. النساء كل واحدة ذهبت الى قتيل لها. الحوراء زينب طافت على القبور باجمعها. عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي. لو انك يا خوي تشوف حالي، حال الغريب بغير والي، توني ذكرت عز ودلالي. احمل ضايعاتي بعدك ضعنا في يد النائبات. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.